second and final session of this evening's launch of the Awareness for Research and Development Network. Our final presentation is from Dr. Ridwan Minesi. He's going to speak by Skype, and Dr. Farid will translate from Arabic to English. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بخالص التهنئة لمؤسسة وعي للبحث والتنمية على هذه الانطلاقة نحو أعمال علمية جادة، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد فيما تصبو إليه هذه المؤسسة الواعدة من نشر المعرفة والوعي. كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور محمد فريد الشيال لتكرمه بإتاحة الفرصة لي للإسهام بهذه المداخلة في تدشين المؤسسة، والشكر موصول كذلك لكل الأساتذة والباحثين والمهتمين والحاضرين والمستمعين، فلكم مني كل التقدير وكل التحية على الحضور وعلى الاستماع لهذه المداخلة المتواضعة. الموضوع الذي أتحدث فيه من خلال التعرف على أهداف المؤسسة وخطتها البحثية المستقبلية، ومن خلال عزمها على إصدار مجلة علمية محكمة في الدراسات متعددة التخصصات وما أبدته في أدبياتها من خلال موقعها، من اهتمام واضح بعملية التوثيق للأحداث المعاصرة، فإنه يسعدني أن أقدم هذا الملخص الموجز حول الورقة البحثية التي قمت بإعدادها بعنوان نحو بناء منهجي جديد لتوثيق الأحداث المعاصرة. لقد وزعت فكرة هذه الورقة العلمية على عدة نقاط. النقطة الأولى يعني في شبه مقدمة أو شيء من المقدمة بينت فيها باختصار أهمية عملية التوثيق بوجه عام، والأهمية الاستثنائية على المستوى الأكاديمي والبحثي المتعلقة بعملية توثيق أحداث الربيع العربي بشكل خاص، وذلك لعوامل شرحتها يعني في الورقة بالتفصيل، ويمكن أن نوجز بعضها بأن نقول أن هناك انحيازا من السلطات الحالية في أغلب بلدان الربيع العربي للثورة المضادة. هذه الثورة المضادة التي وأدت هذا الربيع وحولته إلى صيف ملتهب، فضلا عن قيام جهود كبيرة لمحو أكثر الأحداث أو طمسها أو لكونها تحمل إدانة، طبعا لكونها تحمل إدانة جنائية أو سياسية لبعض المتنفذين في تلك البلدان، إضافة وهذا شيء مهم جدا إلى شل حركة مؤسسات المجتمع المدني في بلدان الربيع العربي، وحظر النشر على الجامعات ومراكز البحوث أو وضعها تحت الرقابة والملاحقة وحرمانها من حرية البحث العلمي، وهو ما يلقي مسؤولية علمية كبيرة على الباحثين وعلى المؤسسات العلمية البحثية الجادة للإسراع في عجلة من أمر الإسراع ومع التزام المنهج العلمي بعملية توثيق تقوم على صيانة وتصنيف وإتاحة هذه الأحداث للباحثين والمؤرخين والقراء وكافة المستفيدين بأشكال مختلفة. فلا تخفى على حضراتكم وعلى المستمعين الأكارم، لا تخفى أهمية علم التوثيق، والورقة هنا تعرضت لعلم التوثيق وأذكر منها بعض العناوين، أنه يمثل ذاكرة الأمة والشعوب، وأنه صيانة للحقوق، وأنه صيانة للحقائق أيضا مع الحقوق، وأنه يؤدي إلى الوقوف على تطور المجتمعات وتواصل الأجيال، فضلا عن أنه يمثل جزءا مهما من الوعي الإنساني في بناء التراكم الحضاري للبشرية، وهو الأساس الأول لكتابة التاريخ الصحيح، كما أنه يعبر عن بعض الحاجات النفسية والمعنوية لأصحاب الحقوق إذا كان الحدث يتعلق بحقوق ما. أيضا المقدمة اشتملت على خطة يعني مفصلة للدراسات المسحية والدراسات التي يعني تدور حول الحدث. في أحداث الربيع العربي مثلا عالجت بعض الأحداث المعاصرة من 2011 حتى 2017 بقيام جعل خطة يعني لهذا المسح
تعتمد على فريق متعدد التخصصات، فأوصت الورقة في بعمل بيبلوغرافيا مبدئية لأهم هذه الدراسات التي حاولت توثيق الأحداث وفق خطة علمية، يعني استكشاف. الورقة حاولت استكشاف الدراسات التوثيقية التي قامت منذ 2011 حتى 2017، واختارت نماذج. Associate professor there wrote his research paper to be published inshallah in our periodical, which is due in the near future. And he gave it a title of Towards a New Methodological Structure to Document Contemporary Events. And that had been fitted into our own work, because actually we asked him to do that research and produce such a methodology. It has been investigated by members of the team, different teams, and it has been adapted after that to be applied in our first piece of production. And when it come out in July, inshallah, you'll find in the introduction the main points or the main findings of this paper and the structure suggested. And it became like a kind of a parameter, or like a guideline for us throughout the work. And so it is a combination of his own work and the rest of the group ideas and review of his work until we reached this matured form of methodology. Then he gave us in last few minutes the outline of this methodology, starting first by attracting the attention to the significance of documentation and its objectives and its utilities, and then the significance of it in the current times, in our times, in this turbulent situation which is destroying everything. Then let us hear more of the lecture. By the way, the text of the lecture will be put in our site. Please visit our site, you'll find a lot of interesting things, and very concise, or very actually detailed English translation will be also available for those who don't read Arabic. اختارت نماذج لأكثر من 50 عنوانا من فئة الكتب والمؤلفات، وأكثر من 100 مرتكز بحثي أو نقطة بحثية صادرة عن باحثين ومؤسسات عربية وغربية. هناك سؤال أيضا مطروح في هذه الورقة: لماذا منهجية جديدة؟ لماذا نقول أننا نحتاج إلى منهجية جديدة في عملية التوثيق؟ في إطار طرح خطوات المنهج المقترح، حاولت أن أبين في الورقة مشروعية هذا التجديد في عملية الجمع والتوثيق للأحداث من خلال تطور طبيعة الحدث المعاصر الذي يتسم بالتعقيد، ويتسم أيضا بصفة المؤسسية، ويخضع لسلطة البيانات والنشر، فضلا عن عملية التسييس والطمس التي يمكن أن تتعرض لها الأحداث المعاصرة عامة وأحداث الربيع العربي على وجه خاص، ومن خلال ما توفر من مقاربات علمية جديدة تقوم على الجهود المشتركة بين عدة تخصصات، فضلا عن فقدان السيطرة على هذا الكم الضخم من المعلومات الذي يمكن أن يكون عرضة للدس أو الخداع بطرق مختلفة. كل هذا أدى إلى أن نقدم هذه الرؤية المنهجية الجديدة. هناك طبعا أمثلة يمكن أن نقوم بها أو نعددها في هذه الورقة، مثل خصائص وسمات الحدث المعاصر، وبينت في يعني جزئية من البحث أن الحدث المعاصر يتصف بالتعقيد، وأنه حدث مركب تتداخل فيه عوامل كثيرة وموجهات كثيرة وتأويلات كثيرة وفاعلين أيضا كثر. ولا عجب من ذلك، فالحدث المعاصر يشارك في صناعته ليس فردا بطلا كما كان في الماضي،
وإنما يسهم فيه رجال دين ومفكرون وإعلاميون ومطابخ سياسية واقتصادية وأيديولوجية. وهناك من يقوم طبعا بهذا الدور على وعي تام بدوره، وهناك من يوظف من قبل غيره لأداء هذا الدور، وبالتالي الحدث المعاصر هو حدث معقد ولا يحتاج إلى شخص واحد يفك شفرة هذا الحدث، وإنما يحتاج إلى مجموعات بحثية تخصصية متعددة التخصصات. وأيضا يمكن أن نقول ذلك في أن الحدث له طبيعة مؤسسية، بأنه لا يعتمد على الأفراد، سواء كان ممكن يكون في أفراد لهم دور بارز في صناعة الأحداث، سواء لهم كاريزما أو ليس لهم كاريزما، وإنما حتى لو كان فرد له دور فهو أيضا يعبر عن وجه من أوجه المؤسسية الموجودة في المجتمعات المعاصرة. وأيضا النقطة الأخرى وهي أن الحدث المعاصر يخضع لسلطة البيانات ويخضع لسلطة النشر، وهذا أيضا يعني فيه شرح يعني بالتفصيل، لكن لا يسمح الوقت بأن أستزيد فيه، ولكن موضوع سلطة البيانات والنشر موضوع مهم جدا في خصائص الحدث المعاصر. هذه الورقة أيضا تنطلق من فلسفة بحثية تعتمد على بعض المبادئ الكلية المشتركة التي تعتمد أساس التخصصات المتعددة أو فكرة العلوم البينية أو تكوين الفريق حتى العلمي متعدد التخصصات. وهذا تم أو قدمت هذه الورقة بناء على أسباب موضوعية وبعض الخبرات التطبيقية التي اهتممت بها أو التي مارستها بالفعل تجريبيا منذ عام 2007 وحتى هذا العام، يعني على مرحلة تقارب 10 سنوات أو 9 سنوات تقريبا، وأنا أعمل في مجال and try to apply this methodology and full-fledged structure of it. And again, being in line with our program of research, he chose the Arab Spring as a case study and try to draw the outline of the formation of the team or the study team, working team, what are the requirements for the research and what kind of researchers are to carry out this kind of research successfully, and the sort of plan they should draw to progress with the investigation, and the different stages or steps throughout this plan, reaching to the final conclusions when they put their individual efforts together in one context and or in one form, eventual form, and try to link the different points together in a logical and objective way. اوكي يعني غريبا بعض الشيء، ما جمع اللغه على البيطره، جمعنا فعلا فريق علمي ايضا من الاساتذه البيطريين واللغه، وقدمنا مشروعا يعتمد على الدراسات البينيه عن الخيول العربيه بين العلم الحديث والتراث العربي القديم، نجمع فيه خبرات الماضي مع الحالي. وهذا تحديدا حصل على منحة بحثية ونشر على نفقة الجامعة صاحبة المنحة. هذه الورقة فيها مجموعة أيضا، إذا أنا أقول هنا يعني المبرر في الدراسات البينية أنها فكرة يعني فيها بعض التجارب التي نجحت وأخرجت يعني مخرجات علمية يعني نالت رضا من بعض الباحثين والعلماء والمراكز البحثية. عندما أقول إن الورقة هذه فيها بعض، فيها منهج وفيها إجراءات، هذا المنهج يعتمد على من أول تشكيل الفريق إلى جمع المادة العلمية إلى رسم خطة الوصف وخطة السرد وخطة المقارنة
في الإلمام بالحدث من جميع جوانبه وليس من جانب واحد، وكل تخصص يقوم بالجانب الذي يجيده مع تفصيل هذه الجزئيات ثم إعادة جمعها مرة أخرى لننظر لها نظرة كلية واحدة. هذا المنهج والإجراءات أيضا موصوف هنا ببعض الاختصار وفي الورقة ببعض التفصيل، من أول تأسيس الفريق العلمي إلى تعديد النماذج. يعني إذا كان حدث مثلا مثل حدث ساخن كما نقول أو ترتبت عليه أثار كثيرة مثل حدث رابعة العدوية يحتاج إلى توثيق معين، أو توثيق مؤسسة كأحداث في جامعة في هيئة في شركة في كذا، كل حدث له يعني فريقه العلمي الخاص مع وجود ثوابت في هذا التوثيق. يعني هناك المؤرخ المعلوماتي أو الرجل يعني صاحب علم المعلومات صاحب الفهرسة، اللساني في يعني الإعلامي، هذه تكون يعني ثابتة في كثير من الأحداث. لكن ممكن حادث مثل توثيق حدث رابعة العدوية أو غيره من الأحداث هذا يحتاج إلى يعني أطباء شاركوا أو شاهدوا لأن في جرحى وفي إصابات وفي كذا، هذا يحتاج إلى توثيق يعني إلى فرق معاونة من أطباء ومن متخصصين ومن قانونيين ومن بعض المؤرخين والمفكرين أيضا الذين تابعوا الإعلام وتابعوا هذا الحدث بكافة تفاصيل، إلى جانب شهود العيان إذا كانوا يمكن أن يشاركوا في عملية التوثيق. أيضا شرحت في هذا المنهج علاقة عملية التوثيق بمجالات مختلفة مثل علاقة عملية التوثيق باللسانيين، ويعني تناولت هذا من القديم من أول الخليل بن أحمد حتى الشيخ عبد السلام هارون في العصر الحديث، أن اللسانيين يقومون بعملية تحقيق وتوثيق للأحداث سواء كانت في اللغة أو في غير اللغة. وأيضا في الغرب كذلك أن بعض اللسانيين مثل نعومة شومسكي وغيره لهم أيضا دور بارز في توثيق الأحداث وتحليلها وتوصيفها. أيضا هناك عقد مقارنة أو يعني إيجاد علاقة أو وصف علاقة واقعية وموجودة بين التوثيق والإعلاميين، بين التوثيق وعلماء المعلومات، وهذا جزء أساسي من عملهم عملية التوثيق، وأيضا علاقة التوثيق بالمؤرخين وعلاقة كشيء أساسي بالنسبة للمؤرخين وكشيء أساسي أيضا لعلماء التصنيف والفهرسة. أما اللسانيين والإعلاميين فقد وسعنا فيها المجال لأن ربما لا يكون واضحا عند الناس أن هذا له أن هؤلاء لهم علاقة بالتوثيق. أيضا بينت يعني وظيفة اللغة وظيفة الإعلام سواء في النشر أو في الإتاحة أو غير ذلك. قدمت لهذا المنهج بمدخل مفاهيمي يتعلق بمفهوم الحدث، مفهوم وصفه بأنه معاصر، مفهوم الوثيقة، مفهوم التحقيق، مفهوم التأريخ، مفهوم السرد، وأيضا لو تناولنا مثلا مفاهيم خاصة بحدث معين كثورة، ثورة مضادة، انقلاب إلى آخره، كل حدث ستكون له مجموعة من المفاهيم. أيضا في توصيف هذا يعني قدمت هنا نموذج لكلمة سرد، كلمة تاريخ، كلمة تحقيق، إلى أن وصلت إلى مراحل التحقيق التوثيق، مراحل التوثيق ومراحل وعناصر التوثيق. فمراحل التوثيق عندي مرحلة مهمة جدا، مرحلة البحث والجمع والتحري، وضعنا مواصفات لهذه المرحلة، وكذلك مرحلة التوثيق والتحقيق للحدث، ثم مرحلة التصنيف وفي أي قالب أو في أي إطار تصنيفي سنضعه وإعداد الدليل لذلك، ثم مرحلة التدوين والكتابة. بعد الانتهاء من هذه المراحل في الورقة المقدمة تناولت عناصر التوثيق، وعناصر التوثيق هنا ليست فقط سير الأحداث فقط، نحن نوثق الحدث بأكثر من وجه، نوثقه بالصورة أو نوثقه حتى بالآداب والأدب الشعبي وأدب الجمهور الذي تناول هذا الحدث يكون فيه توثيق له، وأيضا توثيق عن طريق وسائل الإعلام، وقبل كل ذلك توثيق عن
شهادات الشهود وشهود العيان، وكذلك فيما صدر من وثائق نوعية ملموسة مادية يمكن الحصول عليها. وأضربت مثالا هنا إلى أنواع الصور، كيف نجمع الصورة، كيف نقرأ الصورة، كيف نرتب هذه الصور، كيف نفرق بين الدلالة الإيحائية في التعبير عن الصورة والدلالة الموضوعية الموجودة كمكان الصورة وزمانها والتقاطها والأحداث التي تعبر عنها أو الجزء من الأحداث التي تعبر عنها. واستعنا في ذلك بكبار الكتاب الذين كتبوا عن الصور. أختم بأن أيضا وضعنا من عناصر التوثيق التعبيرات الفنية والشعبية المصاحبة للحدث. هذه التعبيرات أصدق من أصدق الأشياء التي تعبر عن حدث الناس رأوه بأعينهم، سواء كان هذا الحدث كبيرا أم صغيرا، وبالتالي يصبح هنا توثيق الحدث والإحاطة به من جميع الجهات ليست مهمة باحث واحد أو موثق واحد، وإنما هي مهمة فريق علمي يضع كل هذه التفصيلات والجزئيات أمامه، وثم بعد ذلك تقوم قراءة كلية للمحرر الأساسي للحدث أو للموثق الحدث. أشكركم على حسن الاستماع، وحياكم الله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To conclude, we try to establish this fact that events in modern times are so complicated and they are multi-sided, and they are not produce or product of one person, but usually there are behind any especially significant or important events behind them many creators, different individuals, different communities, and sometimes different states and agencies. Hence, to study them properly, you need to have teamwork, and as mentioned earlier, what these people be, they represent different disciplines, and they try to tackle the different sides of the issue. Everyone from his own field or from his background and knowledge, he can use this knowledge in analyzing and exposing this event. Then he gives some examples and said that this method of using a team of different scholars confirms the new trend in social science studies, which is in all learning, in higher education learning institutions, the so-called interdisciplinary attitude or method that people work and each one complete the work of the others. And we have tried, alhamdulillah, in this work. And I remember that one of the very good contributors to our first piece of production were a group of judges and lawyers who contributed to study the legal aspects of what happened and the consequences of that, especially in regards of human rights and the relevant topics. And there were also doctors and people of different